مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. رسميا قيمت اللاعبين إلى ترجي لمباراة الكلاسيكو مع النجم الرياضي الساحلي. أعلن منذ قليل فريق الترجي عبر موقعه الرسمي قائمة اللاعبين المدعوين لمباراة ليتوال. سيدريك بن رمضان بن غيث، فادي بن أشوق، أنيس البدري، حمد الهوني، علي المرزوقي، طاياسين الخنيسي، عبد الرحمن مزيان، بن خليفة، توغي بن شريفية، فاروق بن مصطفى، الدبشي، النجاز، الربيع، المسكيني، بن حميدة، بدران، اليعقوبي، شمام، وكوليبالي.